Islam sampai melok. Urusan budak itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakaru fatanfa'ahu dzikruh. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu tallaha kalla inna tadhkira fa man syaa dzakara fi subim mukarramah marfu'atin mutahharah بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقن ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سقنا الأرض سقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة منتبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أنثلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السوف نشرت وإذا السماء فتت وإذا الجحيم سئرت وإذا الجنة لبت لمن أمس ما أنذرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أزأز والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدونه وما هو بكل شيطان رجيم فإن تسحبون إن وإلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا السماء انفطرت سلما وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Kau yang ngajar, jangan aku lagi kena gocol ya aku anak waktu Salman. Fi ayyi suratin masyarakaba. Gek lubas kau pecah jamal. Kalau kelewatan kalabaldu kazibu nabiddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tam'alun inna al-abrar lafi na'im wa inna al-fujjar lafi jahim ya'lamuna yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la yamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Sadaqallahul azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ويل للمطففين الذين إذا تابوا تعالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. دوبس سورو خطير لا دوبس بارو تاوبي. وإذا كالوهم أو وزنوهم ينسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجن وما أدراك ما سجن كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا دل عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برانا لقلوبهم ما كانوا يحسبون فلا إنهم أربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رأيك مهتم ختامه بالغ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم أين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذي
على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهور ولا إن ربه كان به بصيرا ولا أقسم بالسبق والليل وما وسق والقمر إذا انتسق لتركبن طبقا لن طبق وما له لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعدون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إن هم عليها قعود ألا ما يفعلون بالمؤمنين لشهود وما لكم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تهذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم ساكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين صلب والترائب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى سرائر وما له من قوة ولا نسر
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا وإلى الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غشاء أهوى سنريك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جار وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أولى من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تنسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى النار هامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأبواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر لم تر كيف فعل ربك بعد إراد مزاد الإيمان الذي لم يغلق منها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأنصروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراز على لما وتهيبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ
يومئذ يذكر الإنسان وأنى له ذكره. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنتهل بهذا البلد ووارد وما ولد. لقد خلق الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول ألم مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقطعم الأقبى وما دراك ما الأقبى. فند رقبة أو إطعام في يوم ذي مقربة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. وقال له رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى إن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى. لا يهلها إلى الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Mau ya udah aku banget deh. Ya lah. Mau tahu deh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك يسرك الذي أنقذ زهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا أبررت فانظر إلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لينبغى إلا إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى قال لئن لم ينته لنبأ ناسيا كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية قال لا نبي هو الجن وقد عرف. الشيطان يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى ملء الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قائمة وما تفارق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزل بالأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم ومن يمس كل ذرة خيرا يره ومن يمس كل ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآليات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا وأسفرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنودا وإنه على ذلك لشهيدا وإنه له بالخير لشديدا أفلن يعلم إذا بشر ما في القبور وصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة. ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خافت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين هترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأشهر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أهلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجل وجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهاب قريش إلهابهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يدعو
صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون صدق الله العظيم. بسم الله إنا آتيناك الكوثر وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بسم الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله. إذا جاء نور الله والفتح ورأيت الناس يدخلون سيدخلنا في دين الله أواجا وسبب بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبيد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيلا نار ذات لهب وامرأته حملة الهدم في جيدها حبل من مسد. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس إلى الجنة والناس. سيكون الله اللهم ربنا يا ربنا تقبل إلينا أنت سميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وقو أنا يا كريم وقو أنا يا رحيم وقر لنا ذنوبنا وبفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وغرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بحلة ختم القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر موسى وفي القيامة شفيئة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى النار سدرا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما وبفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن علاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وساكره إلى يوم الدين وأنتم السلامة والآفية علينا وعلى الحجاج والغراد والمسافر والمقيمين في البر وبحر كامل أمة محمد عليه
شغاب ما قرناه ونور ما طلبناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومناتنا وإخواننا وأخواننا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا وسامحنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لأحيائه منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وجزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم